شدد مراقبون للشأن السياسي على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة وإقرار الموازنة العامة، مرجحين ذهاب البلاد إلى حالة الانغلاق السياسي في حال عدم تشكيل حكومة خلال مهلة السيد الصدر. إقرار الموازنة مهم جداً، لأنها هي لقمة المواطن العراقي، ولكن للأسف بسبب الانسداد السياسي والمشاكل السياسية تأخر تشكيل الحكومة. هذا أثر سلبا على إقرار الموازنة. الموازنة الآن المواطن العراقي يربو وأعينه نحو الموازنة، لأن هناك استحقاقات شركات، هناك مشاريع متلكئة، مستشفيات، مدارس، طرق، كلها هاي مربوطة بالموازنة. من أولويات البرلمان العراقي تشكيل الحكومة بأسرع وقت. يعني تعرف أنت الموازنة تأخيرها يضرب الصالح العام، تعرف قوت اليومي للمواطن العراقي، لأنه الشعب في أزمة اقتصادية جدا، وعلى الحكومة الإسراع بتشكيل الحكومة وإقرار الموازنة. فالموازنة تعرف قوت اليومي للمواطن العراقي، وتأخيرها المشاريع راح تتأخر، البنى التحتية، هواي أمور تتعطل. أما قانون نعتمد على 1/12، هذا قانون مو بصالح المواطن العراقي. ربما ستكون هناك عدم اتضاح الرؤية وانغلاق سياسي وعدم سريان العملية السياسية بالطريقة اللي يرجوها المجتمع العراقي، سوف يجعلون العملية بطريقة للانسداد مثل ما ذكرت، وإلى انغلاق التام، ومن ثم تفشل بكثير من الأمور. لا يمكن التكهن فيما سيحصل ما بعد 40 يوم، إذا ما وافقت الإطار التنسيقي في قبول المهمة التي نفض السيد نفسه منها، ودعا مجموعة التيار الصدري إلى عدم المشاركة وعدم الوقوف ضدهم.